ما هو تفسير رواية ثلاث يحسن فيهن الكذب؟ المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، والإصلاح بين الناس. إخواني، الكذب بشكل عام حرام، ولكن أحيانا يكون الكذب ضرورة، مثلا في مقابل عدو هو يكيد بك وشغله المكيدة. والكذب والمكيدة في الحرب هذه كذبة جائزة، لأنه لا بد أن ينتصر الحق على الباطل، فإذا توقف ذلك على المكيدة فإنه يجوز، تبين شيئا والغرض شيء ثاني. مسألة عدتك زوجتك، بعض الزوجات كل يوم عندهم حاجات لا تنتهي لا تنتهي، يعني لو قضيت لزوجتك 100 حاجة في اليوم فلربما تطلب من عندك 200 حاجة. أقول بعض النساء هكذا، بعض النساء حاجاتهم لا تنتهي، فإذا قالت لك زوجتك اشتري كذا وكذا وكذا، لا تقول لا، لكن اشتري ما تستطيع عليه، اشتري ما هو ضروري لوجوده في البيت وليس كل ما تطلبه منك. هذه بالنسبة للزوجة، لا تردها، لا تدخل في معركة معها على عدم قضاء حوائجها، لكن قل لها إن شاء الله، ولكن الحاجات الأساسية هي واجبة عليك على كل حال، سواء طلبته الزوجة أو لم تطلب. وأيضا الكذب في المصلحة، هنالك عشيرتان على وشك أن يقع بينهما صراع، نزاع ومعارك بالسلاح الأبيض أو السلاح الحار، وينتهي إلى قتلى وجرحى، هنا يجوز التدخل بينهما، والكذب في الإصلاح هنا جاء